زواج الإعلامية مريم سعيد من تاريخ خليجي يشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسيمو بالباشر كيستهزئ <applause> بنفس عمر والد العثور على الفنان هيثم أحمد زكي ميت داخل منزله وهذا سبب وفاته مثيرة كيم كارداشيان كتعلن تخليها عن لبسها الفاضح بسبب زوجها اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عينك على الفن اللي متعود لكم اخبار الفنانين والمشاهير وابرز اللحظات الفنيه داخل الاسبوع نبدا مع اول خبر هذه الليله وهو انتشار اخبار كتفيد ان الاعلاميه المغربيه مريم سعيد الغائبه عن الاعلام والمختفيه عن الاضواء دخلت القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم في لندن من رجل اعمال خليجي قيل انه كويتي واقتصر الحفل على حضور عائلتهم واصدقائهم مقربين فقط وحسب الأخبار من الدولة قررت مريم سعيد أنها تحتفل بزفافها بعيدا عن الأضواء إلا أن البعض تسرب خبر خطبتها قبل أسابيع إضافة إلى أنه قيل أنها تعرفت على زوجها خلال فترة دراستها في لندن بعد ما قرر الارتباط هذا الخبر اكد الاعلامي المثير للجدل سيمو بن باشر اللي نشر تدوينه استفزت الكثيرين كيستهزأ خلالها بزوج مريم حيث تبره شخص اناني خصوصا وأنه كان سبب في الازمه اللي تعرضت لها نهايه الاسبوع الماضي اثر انتشار صورها اللي اعتبرها البعض مخله وحميميه وغير لائقه بموضعة عربيه معروفه وما كانت أزمة نهاية انتشار الصور هي الوحيدة اللي عانت منها مريم سعيد بل كانت هناك أزمة كبيرة تتعلق بإلغاء حفل زفافها بعد الإعلان عنه وتوزيع الدعوات على الضيوف والإنفصال عن خطيبها رجل الأعمال المغربي كريم الدريف بسبب مشاكل أخلاقية لحد تعبيره بعد ما بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان المغربي جواد السايح خرج هذا الاخير بتصريح كي كدف في هذه الاشاعة وفي فيديو خاص به كاب تي في اكد الفنان الكوميدي انه فوجئ مثله مثل ومثل بقية المغاربة بانتشار اشاعة وفاته السلام عليكم معكم جواد السايح ممثل فنان مغربي كترت عليه الاشاعة هذه مات بانه مريض طريح الفراش وكذبت المساله كذبتها وبانني راه بصحه جيده وما مريض ما حتى شي حاجه قلنا ما كاين باس اليوم عاوتاني صباح اليوم مع 6 ديال الصباح شي شي مواقع كتبوا بانني مت واخبار قال لك متاكده وداكشي هادو صحافيين ما فهمتش شنو الصحافيين هادو ولا شنو هما هادو قال لك اخبار متاكده بانني مت اليوم هذا الصباح هذا اللي تليفونات بزاف ومهم المرحومه معكم تيقول لكم راه باقي راه باقي حي شهدت المباراه الاستعراضيه اللي اقيمت بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء حضور العديد من النجوم العالميين على غير البرتغالي لويز فيغو وزابروتا وابو تريكا وصامول اتو وبهذه المناسبة وجه الممثل المصري محمد رمضان رسالة شكر للملك محمد السادس بمناسبة الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة في المباراة الاستعراضية للنجوم لاحتضنها ملعب الشيخ لغضب بالعيون بمناسبة ذكرى 44 من مسيرة الخضراء وانشر الفنان الملقب بالأسطورة مقطع فيديو له حسابه الموثق بالانستغرام علق عليه شكرا جلالة الملك محمد السادس على دعوتنا الغالية لمشاركة الشعب المغربي الحبيب عيد المسيرة الخضراء اللهم أدم الحب والود بين شعوبنا جميعا من جهة أخرى أثارت مشاركة محمد رمضان في المباراة الاستعراضية بين نجوم العالم ونجوم إفريقيا جدل واسع في مصر بسبب انتشار إحدى الصور اللي كيظهر فيها النجم المصري محمد أبو تريكة ومحمد رمضان علما أن هذا الآخر كيتعد من بين أكبر المؤيدين للرئيس السيسي فيما أبو تريكة كيتعتبر معارض للنظام المصري وممنوع من الدخول إلى التراب المصري ننتقل إلى الفنان الجزائري شاب خالد لكي يواجه دعوى قضائية من إحدى الشركات المختصة في تنظيم الحفلات في فرنسا واللي كتابع خالد لامتناعه عن إحياء سهرة فنية بباريس وإخلاله ببنود العقد اللي كان كجمعهم تقارير إعلامية أشارت إلى أن شركة أرموز إيفنت كتابع ملك الري قضائيا جرى تراجع عن الغناء في باريس مع العلم أن الشركة المنظمة قامت بدفع تسبيق لإدارة أعمالو مقابل إحياء سهرة فنية يوم 21 دجنبر المقبل في مسرح باتاكلون وأكدت تقارير أن الشركة أمضت العقد مع الشاب خالد غير أن إدارة أعمالو امتنعت عن إحياء الحفل كما رفضت إرجاع التسبيق للشركة الفرنسية الأمر اللي تسبب خسائر مالية كبيرة للشركة حددت في 40 ألف أورو كما أن إدارة أعمال شاب خالد بررت إلغائها لحفل باريس بتوصل هذا الأخير بعرض أضخم من إحدى الشركات الكبرى خبر آخر محزن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة تدوينة كتنعي الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زاكي لتوفى في الساعة الأولى من صباح يوم الخامس داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد من محافظة الجيزة وقع خبر وفاة الفنان المصري الشاب جاء صادم لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلاد العربية حيث عبروا عن حزنهم لرحيل المبكر ونشر المغردون صور من جنازة هيثم لحضرها جمع غافر من الناس بالإضافة إلى عدد من الفنانين المصريين وتنقل المغردون مقطع قادم من مقابلة تلفزيونية مع هيثم زاكي تحدث فيها عن الوحدة وصعوبتها خصوصا بعد فقدان الأهل حديث هيثم زكي عن الوحدة برز أيضا أثناء جلسته عندما كشف ناقب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن تأخر خروج جثمان الفنان الراحل من المشراحة نظرا لعدم وجود أحد من أهل الفنان الراحل يتسلم جثمان تحقيقات كشفت أن الفنان الراحل أصيب بمغص شديد وتقلصات نتيجة تناول عقاقير ومقوية عضلات بعد عودته من النادي الرياضي يوم وفاته وكان مرهق بسبب التمرين وتناول جرعة زائدة من العقاقير اللي تسببت بإعياءه من ثم وفاته فجأة نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان جمهورها بتصريحها حول جديتها في أن تبدأ ارتداء ملابس أقل جرأة من اللي كانت كترتديها طوال الفترة الماضية استجابة لرغبة زوجها المغني كاني ويست وقالت كيم كارداشيان أنها غترتدي ملابس أقل إثارة بعد ما صبحت في عمر 39 هذا القرار جاء بعد ما أخبر ويست زوجته أن بظهرها المثير يؤديه في الوقت اللي كيعمل كي على إنتاج أغنية دينية حيث كيستغل الجانب الروحي في تأليف ألبوم الجديد وأن إطلالتها الأقل حياء والمتكررة أمام أعين الجمهور غتكون سبب تعرضه للانتقادات من جانبها وفقت كيم كارداشيان على طلب زوجها مبررة قررها أنها أم لأربعة أطفال وغتبلغ قريبا سن الأربعين ومع كيم كارداشيان مشاهدينا نكون وصلنا ختام هذه الحلقة نتلقاو الأسبوع المقبل مع أخبار فنية جديدة إلى اللقاء